بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، شكرا للزميل صالح الكربي، التواصل مستمر وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الأمسية التراثية الجميلة الخاصة بانطلاقات سن اللقاية وهجن أبناء القبائل في أمسية الرموز. مشاهدينا متابعين الكرام، ينطلق شوطنا الحادي عشر الخاص باللقاية البكار، مسافتنا هي 5 كيلومترات، نسير مع هذه الأسماء، نسير مع هذه الشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة في هذه الاندفاعة الرائعة والجميلة، مباشرة مع الصدارة مع المركز الأول، أول الأسماء المفتتحة للنداء، هنا من تقود الأسماء الأولى الشاهينية راشد بن علي بن مبارك المري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته الأولى، بينما المركز الثاني نتابع الوصول مع المركز الثاني القادمة من الجانب الآخر، من تتسلل هنا الحذرة، مسلم بن حمد بن متعب العامري من يقدم لنا انطلاقة الحذرة، بينما المركز الثالث نتابع التقدم والوصول من عجائب القادمة، فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري يقدم لنا عجائب في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة، بينما المركز الرابع شعار بن رملي يأتي من خلال تقدم سفارة، سهيل بن رملي بن محمد العامري من يقدم لنا سفارة مع المركز الرابع. المركز الخامس تتواجد في هذا المسار، تأتي هنا اليمامة غصاب بن مصبح رعطيرة العامري من يقدم لنا شعارة مع تواجد اليمامة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة في هذه الاندفاعة الجميلة. مشاهدين الكرام، جائزة هذا الشوط سيارة بالانتظار تنتظر أحد الفائزين في مسار وتحديات هذا الشوط. الكل يطمع بانتزاع نقطة ذهبية في هذه الأمسية التراثية الجميلة في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. مشاهدين الكرام، متابعينا ألا فاضل الصدارة والمركز الأول شعار بن متعب يقدم لنا أحد الأسماء المميزة في هذا المسار، تتواجد الحذرة مسلم بن حمد بن متعب العامري مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، يقدم لنا انطلاقة الحذرة مع المركز الأول، بينما يأتي شعار الكاموخة مع المركز الثاني مع الشاهينية راشد بن علي بن مبارك آل بريص المري مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث شعار بن رملي يتقدم مع سفارة مع المركز الثالث، سهيل بن الرملي بن محمد العامري مع المركز الثالث. رابع الأسماء تتواجد هنا وتنطلق أيضا، عجائب فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري مع المركز الرابع. المركز الخامس تتواجد هنا شهب عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري، يصل شعاره لينضم إلى الخماسية المميزة في هذا المسار الرائع والجميل. مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة، أسماء حاضرة أيضا خلف الخمسة المراكز الأولى هنا كما تتابعون في الكادر السفلي من قناة الريان الفضائية، ولكن بالرملي هنا أو بالمتعب مع الصدارة مع المركز الأول، ثنائية مميزة ما بين شعار بالمتعب وشعار الكاموخة مع المركز الأول والمركز الثاني. بالمتعب هناك من الجانب الآخر يقدم لنا الحذرة، مسلم بن حمد بن متعب العامري من يقدم لنا اندفاعة الحذرة، بينما المركز الثاني الشاهينية راشد بن علي بن مبارك آل بريص المري مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن رملي مع سفارة، ولكن شوف الاسم الجديد وصلت هنا أيضا لفتة، مبارك محمد بن مبارك بن هدف العامري يصل هنا أيضا من خلال تقدم لفتة في مسار هذا الشوط. من تأتي مع المركز الثالث؟ المركز الرابع شعار بن رملي مع سفارة، سهيل بن رملي العامري. المركز الخامس شعار بن دري يتقدم أيضا مع انطلاقة شهب عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري، شعار الخيارين قادم من الجانب الآخر.
آخر يتسلل من ميمنة الميدان وأيضا شعار بن نايفة، ولكن العودة مع صدارة الشوط، العودة مع المركز الأول، مع البداية. الكاموخة يقدم لنا أحد أوراقه الرابحة في مسار هذا الشوط مع الشاهنية، مع الصدارة، مع المركز الأول. يطمع الكاموخة بانتزاع سيارة هذا الشوط. الله يا سلام، راشد بن علي بن مبارك آل بريص المري يقدم لنا انطلاقة الشاهنية المركز الثاني. عادت هنا أيضا الحذرة بشعار بن متعب تتقدم لشعب مسلم بن حمد بن متعب. العامري يقدم الحذرة المركز الثالث. شعار بن هدف العامري يتواجد مع لفته محمد بن مبارك بن هدفة. العامري يشوف الوصول أيضا، وصل هنا انطلاقة روايد مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، تصل في أول نداء أيضا في مسار هذا الشوط. المركز الخامس شعار بن دري، عودة إلى الصدارة إلى المركز الأول. ما شاء الله، شوف العرض المميز، الأمتار الأخيرة بن نايفة، بن نايفة يقتحم الصدارة مع انطلاقة أيضا شعاره هنا مع الأمتار الأخيرة والخطيرة. ما شاء الله، نوايد 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 مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري يخطف ناموس هذا الشوط مع الأمتار الأخيرة، يؤكد حضور هذا الشعار في هذا المساء في أمسية اللقايا. سلام وتحية واحترام، تهانينا والناموس لمبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة. مشكور يا راعي نوايد على هذا الأداء المميز والكبير. أسعد الله مساك، سلام نوايد، سلام سلام بن نايفة على هذا الأداء المميز والكبير. تهانينا لمبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري على اختطاف نوايد ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني كان الوصول من شهب عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. المركز الثالث وصلت هنا أيضا الحذر مسلم بن حمد بن متعب العامري. المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول من لفته المبارك لمحمد بن مبارك بن هدفة العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس شاهنية راشد بن علي بن مبارك البريص المري. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت نوايد بحضور الكبار مهدية بن نايفة ناموس مميز والأروع هنا في أرضية ميدان التحدي. 7:36.80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان الوصول من شهب 7:38.62 62 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. بينما المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من الحذرة 7:39.46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مسلم بن حمد بن متعب العامري. تهانينا والناموس للجميع.